جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد نفتالي بينيت رئيس وزراء دوله اسرائيل. وخلال الاتصال هنأ سموه رئيس وزراء اسرائيل بعيد الفصح كما تم استعراض اوجه التعاون المشترك بين البلدين ومناقشه المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وابرز القضايا على الساحتين الاقليميه والدوليه. كما تم التاكيد على اهميه تعزيز الجهود الهادفه لدعم الامن والاستقرار في المنطقه وفي هذا الصدد تم استعراض الاحداث الاخيره في القدس الشريف والتاكيد على اهميه عدم التصعيد واحترام شعائر كافه الاديان والحرص على حريه ممارستها